إذا للحديث عن التظاهرات التي خرجت اليوم من موظفي عقود الكهرباء في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. أستاذ أحمد، كما تعرفون موظفو العقود في وزارة الكهرباء تجمعوا اليوم في ساحة التحرير وبعدها توجهوا إلى المنطقة الخضراء، ولكن السؤال الذي نطرحه هنا، لماذا تستمر أزمة موظفي العقود رغم الوعود الكثيرة سواء من قبل الكاظمي وتعهدات السوداني بتثبيتهم على الملاك الدائم؟ نعم أخي، يعني كما هو معلوم ل يعني أغلب المتابعين للشأن العراقي وخصوصا لموضوع مشكلة عقود الكهرباء وكذلك العقود في بقية الوزارات، كما هو معلوم أن هذه العقود قد تم منحها في قبيل إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، والكل كان يعلم أن هذه العقود قد تمت عن طريق بعض المسؤولين الكبار وأيضا بعض أعضاء البرلمان العراقي الذين حاولوا استغلال تعيين هؤلاء الشباب بعقود مؤقتة وأيضا عقود الأجر اليومي وغيرها من أنواع التوظيف، حاولوا استغلال هذه العقود بأغراض انتخابية. لذلك عندما عقدت الانتخابات وخرجت النتائج تبين أن هذه الوعود وهذه العقود كانت عبارة عن أوهام، واليوم الواقع يقول أن وزارة الكهرباء وأيضا بقية الوزارات عاجزة عن تعيين الأعداد الكبيرة من أصحاب العقود والأجراء اليوميين. أستاذ أحمد، القوات الأمنية كما ورد في الأخبار الواردة من هناك، القوات الأمنية اعتدت على الموظفين المتظاهرين بالضرب وأيضا تم تفريقهم بالقوة. أنت كصحفي هل تجد فرقا بين سياسات الكاظمي ومن سبقه وبين سياسات السوداني تجاه فض التظاهرات بالقوة؟ نعم أخي، يعني نحن هنا لا نقول أن حكومة الكاظمي كانت حكومة ملائكية كانت تقودها الملائكة أو كان يقودها رجال صالحون، لكن اليوم نحن عدنا إلى المربع الأول، عدنا إلى زمن المالكي. اليوم تجري عملية استبدال كبار القادة الأمنيين وخصوصا في العاصمة العراقية بغداد، وبدأ حزب الدعوة بزرع الضباط الموانين له في الأجهزة الأمنية وخصوصا في حماية المنطقة الخضراء. يعني قبل قليل من الآن وصل إلى مسامعنا خبر مفاده أن محمد الشاع السوداني قام بتغيير القائد المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء وهو أي الفرقة الخاصة. لذلك سنشاهد في الأيام القادمة مزيدا من القمع بحق المتظاهرين ومزيدا من عمليات القمع، وهنالك إجراءات أمنية مشددة تجري يوميا في ساحة التحرير وكذلك في المناطق المحيطة في المنطقة الخضراء. هدف هذه الإجراءات هو منع وإجهاض أي حراك وشعبي وأي تظاهرة تخرج المطالبة بالحقوق. طيب في هذا الإطار، هل ترون أنتم كصحفيين أن موضوع الحل الأمني الذي تلجأ إليه الحكومات المتعاقبة هل غير من واقع الأزمات المتعاقبة إذا ما تحدثنا بشكل عام حتى ينتهجه السوداني من جديد؟ هل ترون ذلك؟ بالتأكيد لا، يعني كما تعلم يعني واحد من أهم أسباب انتفاضة تشرين هو ما مارسته القوات الأمنية من عمليات قمع بحق المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر والمطالبة بالتوظيف والخدمات في التظاهرات التي انطلقت في منطقة العلاوي بالقرب من مكتب رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. يعني كانت شرارتها الأولى هو عمليات القمع التي نقلتها جميع الفضائيات والقنوات المحلية، وهو ما أدى إلى تزايد الغضب الشعبي وشحنه باتجاه
رفض حكومة عادل عبد المهدي. اليوم يبدو أن محمد الشاعر السوداني سوف يقع بنفس الخطأ، وأنا على ثقة من أن الأيام القادمة سوف تشهد مزيدا من عمليات القمع، وبالتالي هذه القمع ستؤدي إلى ذات النتيجة وهو خروج العراقيين بمظاهرات عارمة وكبيرة قريبا. عمليات القمع التي تفضلتم بها أستاذ أحمد، تعتقد أنها ستزيد من غضب الشارع الرافض بالأساس للعملية السياسية وشركائها، تعتقد ذلك أستاذ أحمد؟ نعم بالتأكيد، يعني اليوم لدينا أصحاب العقود وكذلك لدينا العاطلين عن العمل، وأيضا لدينا الفئة من الشعب العراقي المطالبين بالكشف عن ذويهم المغيبين والمختطفين. كل هؤلاء يشكلون جبهة رافضة لسياسات الحكومات السابقة والحكومة الحالية، لذلك أي عمليات قمع ستجابه هذه الفئة من الشعب العراقي بالتأكيد كما قلت لك سوف تؤدي إلى تزايد الغضب الشعبي، وبالتالي رفض وإسقاط حكومة محمد الشاعر السوداني كما سقطت حكومة عادل عبد المهدي. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.